السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بالموسم الثاني من سامس كريتيكال أبريزل جانا كلوب. أنا إمام البداوي، طبيبة من جامعة دمشق وطالبة ماجستير بال AB بال Evidence Based Health Care من أكسفورد يونيفرسيتي. باسمي واسم ال سامس Educational Community برحب فيكم بالجلسة الأولى بالنادي. اليوم حنتناول أول جلسة علاجية، أول دراسة علاجية Therapeutic Study بنادينا تحت عنوان Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1 positive non-small cell lung cancer. انتشرت بمجلة New England Journal of Medicine بنوفمبر سنة 2016. جلساتنا بالنادي حتكون تفاعلية إن شاء الله، بتعتمد على النقاش بين الحضور الكريم ومثلاً بفريق من طلاب الطب بجامعة دمشق. اليوم حيكون معنا ربا الساعور، مريم الحميار، عايش الشريف، رغد مجاهد، وأحمد خليل. وأكيد حنكون متشرفين بمحاضر الجلسة الدكتور محمد بسام سنبل، اللي عم يعمل زمالة بالهيماتولوجي والأنكولوجي ديبارتمنت بـ Department of Internal Medicine بمايو كلينيك بالولايات المتحدة. تفضل دكتور بسام، الجلسة إلك. شكرا جزيلا دكتور إمامة، وشكرا جزيلا لجميع الحضور والمستمعين، وبتشكر مرة تانية سامز ولجميع المنظمين لهذا الجورنال كلاب، لأنه عن جد فرصة كتير حلوة لكلياتنا نتناقش سوا بالـ Evidence Based Medicine. هلأ أنا عفوا أول ما فكرت على الدراسة أن أقدمها بـ Oncology، فكرت أنه بطب الأورام يعني هو اختصاص ما كتير بمس باقي الاختصاصات، فحيكون شوي الدراسة أي دراسة حنقدم ده ما دراسة اختصاصية، يعني يمكن الهيماتولوجي الدم أكثر يمس بعض الاختصاصات، ولكن بعدين فكرت إنه ممكن هي تكون فرصة لحتى نحكي شوي عن الميونوثيرابي، وخاصة بيمزوماب، لأنه خلال 3 أو 4 سنين الماضية عمل مثل ثورة علاجية بعلاج السرطانات، والcomplications والآثار الجانبية هي الميونوثيرابي لعلاج المناعي. غالبا الاطباء اللي بيعالجوه هن اطباء طوارئ واطباء من باقي الاختصاصات، وحنتطرق لهذا الشيء. واكيد اهم واحده من اهم الاهداف تبع هي الجلسات هي ان الواحد يتعود يقرا اي دراسه وبراكتس الايفيدنس بيس ميديسن بشكل عملي. فاول شيء بشكل عام البرزنتيشن هي حتحكي، اول شيء حنعرض كم كيس، 3 كيسز نناقشهم نشوف شو اجوبتكم عنهم، بعدين نحكي بشكل عام عن العلاج تبع الميتاستاتيك نون سمول سيل لونج كانسر لسرطان الرئه مع النقائل، وبعدين نحكي عن الكينوت 024 هي الكلينيكال ترايل اللي حنحكي عنها اليوم، بعدين حنحكي عن الاسئله بشكل عام اللي ذكرناها، الكيسز نفسهم اللي حكينا عنهم أول شيء. شوف شو رأيكم بعدين بعد البرزنتيشن. I have no disclosure. هلا الحالة الأولى هي أحمد إجر عندك العيادة، عمره 55 سنة، عنده 20 back year smoking، وعنده history ارتفاع ضغط شرياني، ومؤخرا شخص له نقائل من نقائل إلى العظام وإلى كمان أيضا الليفر من سرطان الرئة، وجاية وبعد ما حكيت مع المريضة عرفت إنه الإيكوج بيرفورمانس ستاتس تبعه هي 1، حنحكي عن هذا الشيء بعد شوي. ولساته الزلمة وقت حكيت معه لساته شغال، من لساته بيشتغل ككاشير، وعملت فحص الدم تبعه طلع معه هيموجلوبين 10.3، باقي ما باقي كلياته شيء طبيعي. شاف دكتور ثاني، دكتور او اورام ثاني، قال له حنبلشك على كيموثيرابي، علاج كيماوي كاربوبلاتين وبيمتريكسي، وعملوا له تيومر سيكونسينج، طلعوا عم يدوروا على اذا كان في اي طفرات، وما كان في لا اي جي اف ار راس 1 اوت ميوتيشنز، ما في شيء، بس كان كي راس ميوتيتد. جاي عشان يسأل هل توافق مع الدكتور هذاك اللي قال كاربوبلاتين بيمتريكسيد ام لا، وعملوا ستينينج اميونوهيستوكيمستري على الورم بحد ذاته، وشافوا انه البي دي ال 1 ستينينج هو 60%،
60% كان في positivity وعنده MRI the brain وكان negative و he's asking for a second opinion. فشو رأيك ممكن تعمل؟ إذا فينا بس ناخد البول لنشوف شو رأيكم؟ اوكي حناخد اول بول لو سمحتوا. حنكون معنا 50 30 ثانية ناخد الإجابات. نختار إجابة من الإجابات برأيكم، شو تتوقعون ممكن تكون التصرف الصحيح؟ أوكي في عنا 100% من الحضور جاوب إنه بيختاروا start pembrolizumab three weeks. حلو جميل شكرا جزيلا. طيب الكيس اللي بعدها لونا جاية كمان مريضة أخرى عمرها 74 سنة كمان عندها مدخنة من قبل كمان عندها ارتفاع ضغط شرياني من قبل وجاية كمان شخص لها تقريبا نفس الورم ورم رئم مع نقائل إلى العظام وإلى الليفر وكمان الأدرينال جلاند وجاية عم تقول إنه عندها سعال وعندها زلة تنفسية وخسرت 30 باوند يعني تقريبا 15 كيلو خلال 6 شهور الماضية والبرفورمانس ستاتس تبع الايكوج برفورمانس ستاتس تبع 2 التيومر سيكونسينج كمان نفس الشيء عملوا دوروا على طفرات بالتيومر اي جي اف ار راس 1 الك كلهم نون ميوتيتد والام ار اي برين ما كان في اي نقائل للبرين البي دي ال 1 بوزيتيفيتي 10% و شيز asking for a second opinion لأنه كمان في دكتور برا قال لها حنستعمل كاربوبلاتين بيمتريكسي شو رأيكم الجواب نفس الخيارات إذا ممكن نبلش اوكي اوكي كمان 30 ثانية. Okay. Fianna. يعني كمان 100% من اللي جاوبوا على البول اختاروا الكيمو ثيرابي. كيمو، اوكي. ممتاز ماشي طيب الحالة اللي بعدها عدنان عمره 54 سنة كمان مدخن من قبل كمان معه ارتفاع ضغط شرياني ومعه سكري ومعه أيضا كورونر ارت ديزيز وحطوا له ستنتس من قبل عشان كورونر ارت ديزيز وكمان عمل له اوبن هارت سيرجري من قبل وكمان على دياليسيز وكمان عنده اوبيسيتي وجاي وتشخص له مؤخرا كمان سرطان رئه مع نقائل الى العظم وعم يقول لك انه عنده سعال عنده زله تنفسيه وخسر 40
باوند كمان خلال 6 أشهر. بيرفورمانس ستاتس تبعه 4، الاي كوج بيرفورمانس ستاتس، وتيومر سيكونسينج مثل قبل، ما في الميوتيشنز اي جي اف ار راس 1 الك ميوتيشنز، ما في نو ام ار اي برين، كمان ما في شيء نقائل، وجاي كمان فور سكند اوبينيون. بس هذا المريض بي دي ال 1 ستيننج تبعه 100% بوزيتيف، وجاي مع مرته وعميل لك انه هو نسبيا صغير بالعمر وعنده ولدين 3 و7 سنين، فشو بتعملي له او بتعمل له؟ الاحتمالات نفسها، هل كيموثيرابي ستارت بيمبرولوزوماب ام انرول ان هوسبيس؟ ممكن بلش فوق. اوكي ناخذ فول تالت 30 ثانية. لحد الآن نص الحضور صوتوا. جميل. أوكي. تقريبا نص الحضور صوتوا، من الناس اللي صوتوا 70% منهم اختاروا ستارت امبرولوزوماب و30% اختاروا رول ان هوسبايس. اوكي ماشي، شكرا جزيلا. طيب هدول الكيسز اللي يعني هلا بحكي بس باك جراوند، حكي باك جراوند شوي عن مثل ما حكينا عن سرطان الرئه تبع النقائل بشكل عام، وشويه بس شغلات اساسيه بالانكولوجي، وكل الشغلات اللي حاذكرها ان شاء الله حتفيد بالدراسه اللي قريتوها، وحتفيد بقراءه في بعض الاشياء ممكن تكون ما واضحه، بس هون ان شاء الله حاحاول اوضحهم، بعدين حنوقف ونناقش الدراسه سوا جميعا نسمع منكم. فنعرف انه سرطان الرئه هو من اهم اسباب الموت بسبب السرطان، وهذا الحكي مو بس بامريكا وانما بالعالم اجمع، عند الاثنين men and women. من اهم التفريقات باللونج كانسر وقت نشوف مريض مع لونج كانسر انه نفرق هل هذا صغير خلايا سمول سيل لونج كانسر ما نون سمول سيل لونج كانسر. نون سمول سيل هو بشكل عام هو تقريبا 85%، والسبب التفريق هو فقط لانه العلاج مختلف والطريقه اللي الورم بينتشر فيها كمان مختلفه، فلذلك التفريق كثير مهم. هلا مؤخرا حتى بالنون سمول سيل لونج كانسر صارت كثير شغله واسعه، وصار في تفريق، صار في نون سمول سيل نون سكويموس لونج كانسر كمان. وقت نحكي عن نون سمول سيل لونج كانسر عم نحكي عن ادنو كارسينوما، سكويموس سيل كارسينوما، لارج سيل ادنو سكويموس، في شغلات ثانيه كمان لسه اقل شيوعا. فهي بشكل عام هي 2017 واحده من هي كانسر ستاتستكس بيبر، هي بتطلع كل سنة وبيعمل لها أبديت كل سنة، ونشوف إنه الثاني سبب هو اللونج عند الميل فيميل حيث النيو كيسز، أو هو أول سبب من عند الاثنين الميل فيميل من حيث الموت. فكتير مهم معناتها إنه نحاول إنه نركز الدراسات على هذا الورم لأنه ساتو القاتل الأول. هلا بشكل عام مثل ما حكينا important outcomes in oncology، في شغلات معينه وقت نعطي اي كيموثيرابي او نعطي اي دواء لمريض معه سرطان، ففي عده شغلات بنطلع عليها. overall بشكل عام قديش هذا المريض عاش، فمثلا اعطينا المريض، اجى المريض هلا اعطيناه كيمو، وبعد ما اعطيناه كيموثيرابي عاش مات بعد سنه ونص، فالoverall survival تبع هذا المريض هو سنه ونص. the time from randomization على study to death from any cause، ممكن هذا المريض مات بعد
سنة ونص من هارت اتاك مو من الورم تبعه، يعني ممكن مات من جلطة دماغية مثلا، يعني فليس بالضرورة من السرطان. هلا progression free survival، هذا المريض نفسه إذا أعطيناه الكيموثيرابي هلا وبعد صح مات بعد سنة ونص، ولكن بعد 6 أشهر مثلا الورم تبعه ما عاد استجاب على الكيموثيرابي وغيرنا غيرنا لدواء آخر، فالبروجريشن فري سرفايفل تبعه 6 مانث، لأنه تعريف بروجريشن فري سرفايفل هو ذا تايم، الوقت من randomization حتى disease progression or death from any cause. فالديزيز بروجريشن عند هذا المريض الورم ما عاد استجاب بعد 6 أشهر، فمعناته البروجريشن فري سرفايفل تبعه بعد 6 أشهر. والشيء الثاني كمان يفكر فيه وقت نعطي اي دواء، عندنا مريض اجى ومعه ورم اعطيناه الدواء، في 4 احتمالات ممكن تصير. ممكن انه هذا الورم يختفي تماما، هذا ما نسميه complete response، او ممكن هذا الورم ينكمش يصغر بالحجم نسميه partial response، او في شغلتين ثانيات ما لي حاطهم هون، انه ممكن يصير في عنده انه نعطي الدواء الورم للورم وبعد ما نعمل طلع انه نلاقي الورم كبر، فهذا نسميه progressive disease. طبعا هذا الشيء مبنيه، او ممكن اعطينا الكيموثيرابي وصار والورم ما تغير حجمه بس ضل stable، فهذا نسميه stable disease. طبعا الشغلات اللي بنقبلها هو complete response، partial response for stable disease. objective response rate هو complete response. ومن أهم الشغلات خاصة بمرضى المرحلة الرابعة هو الـ durability of response. أعطينا دواء وقلنا إنه هذا الدواء فعال، بس السؤال إنه فعال لإمتى؟ يعني دواء فعال لثلاث أشهر مختلف عن دواء فعال لثلاث سنين، فهذا الشيء كتير مهم كمان نطلع عليه وقت ناسب. فالمريض جاي مع سرطان بشكل عام، من أهم التفريقات لازم نفرقها هو هل هذا سرطان مع نقائل أو سرطان بدون نقائل، لأنه هذا الشيء بيؤدي للنقطة الثانية نفكر فيها، إنه هل هذا الورم أنا فيني أشفيه أم ما فيني أشفيه؟ هل العلاج هو هدف العلاج هو الشفاء أم تلطيف؟ palliative أم curative؟ هذا كتير شغلة مهمة الواحد يحكي فيها مع المريض أول ما يشوف المريض عشان يحدد شو الهدف العلاجي، لأنه في كتير مرات نسمع مرضى مثلا عندهم سرطان مع نقائل وما له عارفان انه هذا الكيموثيرابي اللي عم ياخده ما حيشفيه، ممكن يوصله لكمبليت ريسبونس، ممكن يختفي الورم على الايمجينج بس عمليا الورم لساته موجود. طبعا في اكسبشنز بشكل بالسرطانات، في كم اكسبشن موجودين. بعدين من تفريقات ايضا سمول سيل نون سمول سيل كمان مهم حكينا عنها، والبرفورمانس ستاتس. هلا كمان اجى المريض على عياده، حكينا احنا هدول الكيسز اللي حكيناهم ناقشنا فيهم، شفنا انه واحد المريض الاول كان يشتغل كاشير، المريض الثاني الثالث مع انه كان مريض صغير نسبيا 54 سنه ولكن عمليا عنده كثير كوموربيديتيز، عنده كان سكري وعنده على الدياليسز ويا دوب يتحرك. فكثير مهم مثلا انه الواحد يسال اسئله للمريض يشوف انه قديش النشاط تبعه، مثلا يسأل هل عم تعملي شوبينج، هل عم تروح تلعب جولف، هل عم تروح تظبط حوالين البيت، عم تظبط الزريعة، عم تظبط القصص. هدول الأشياء كتير مهمة. مثلا أو يسأل المريض إنه هل تقدر تتحمم لحالك أما لازم حدا يساعدك بالحمام، هي أشياء كمان كتير مهمة. والبرفورمانس ستاتس، الايكوج برفورمانس ستاتس، في عده سكورز موجوده لحتى الواحد يحدد قديش المريض اكتف. من اهمها هو الايكوج برفورمانس ستاتس، وهو سكور من 0 لـ 4. 4 هذا المريض كومبليتلي ديسيبلد، قاعد معظم الوقت تقريبا 100% موجود بس ما بفي، قاعد متسطح بالتخت لسبب من الاسباب، بسبب comorbidities، بسبب شيء تاني، أو ال performance status zero، هذا المريض fully active. بعدين بيناتهم في عنا حسب، إذا المريض بيقولوا up and about more than 50%، إذا
أكثر من 50% المريض قادر إنه يروح يغسل الصحون، تروح تعمل شوبينج كذا، أكثر من 50% من الوقت، فهذا performance status of 2. هذا كثير مهم، هذا الثريشولد هون كثير مهم، لأنه بمعظم الدراسات بشكل عام، مرة ثانية في exceptions، ولكن بشكل عام أي مريض 0 1 2 هذا مريض تحكي معه على إنه علاج الورم أم لا. أنا عم نحكي طبعا مرحلة سرطان مع نقائي، إنه تحكي معه على الكيموثيرابي، تحكي معه على immunotherapy، بتحكي معه كمان ممكن هاسبيتال. ولكن مريض قاعد طول الوقت بالتشير ما عم يتحرك، إذا أعطيته كيموثيرابي فهو حتضره أكثر مما تفيده. فلذلك هدول المرضى ثلاثة وأربعة بشكل عام ما بنعطيهم تريتمنت. طبعا أكيد في اكسبشنز عم نحكي. هلا قد يسأل سائل إنه أنا في عندي سرطان رئوي أوريدي منتقل، رايح على الليفر، رايح على العظم، هل عن جد أنا بحاجة للكيموثيرابي؟ هل في دراسة وجهتني وقالت لي إنه الكيموثيرابي أحسن من إنه بس إنه مريض عنده سعال أعطيه دواء للسعال، مريض عنده وجع أعطيه دواء للوجع؟ يعني هل كيموثيرابي أحسن بس supportive care؟ وإذا أعطينا كيموثيرابي what type of chemotherapy، أي نوع من الكيموثيرابي؟ Was it different between the subtypes of non-small cell؟ هل إذا squamous مختلف عن non-squamous؟ فبالنسبة للسؤال الأول كان في meta analysis انعملت، ونشوف هون المنحنيين تبعت ال survival، بنشوف SC هي standard، هي supportive care. شوف هذا هو المنحني تبع supportive care، وهذا المنحني تبع supportive care plus CT cytotoxic chemotherapy. بنشوف انه كان في benefit وهي statistically significant، ارتفع السرفايفل، عاشوا اكثر اللي اخذوا كيموثيرابي، زائد شغله كثير مهمه انه increased the quality of life، المرضى اللي اخذوا كيموثيرابي صاروا يشعروا انه هن active اكثر، لانه makes sense اذا الكيموثيرابي عم تصغر الورم او اي علاج عم يصغر الورم، فعم يقلل من السيمتومز اللي عم يسببها هذا المرض، الاعراض اللي عم يسببها هذا المرض. الشيء الثاني what type of chemotherapy. هلا بشكل عام، هي كمان مره اخرى، بشكل عام non small cell lung cancer العلاج تبعها هو بنقول نحن platinum doublet، يعني platinum هو اول واحد، cis platin او carboplatin، دبلت مع شيء ثاني، بلاتينم دبلت مع كيموثيرابي ثاني، باكلوتاكسل، جيمتاسيتابين، دوستاتاكسل، في عده كيموثيرابيز ممكن نستخدمها. ف السؤال اللي طرح نفسه انه هل دبلت عن دبلت مختلفين بالفعاليه؟ كان في دراسه بالنيو انجلاند جورنال ميديسن 2002 وكان ما في فرق بيناتهم، نلاحظ سرفايفل كلياتهم ما في اختلاف بين السرفايفل بيناتهم، ولكن حكينا انه في ادنوكارسينوما وفي سكويمس سيل كارسينوما. فوقت انعمل دراسه ثانيه طلعوا انه هي بالازرق السيستيماتريكسي، وهي بالاصفر سيستاتين مع جيمتاسيتابين، بنلاحظ انه اللي اخذوا بيماتريكسيت اللي عنده نون سكويمس سيل كان احسن. لذلك انا عم بذكر هذه التفاصيل هي بس لانه هي موجوده بالكينوت 024 بالستدي اللي حناقشها، انه ليش في عالم اخذوا بيمتريكسيت في عالم ما اخذوا بيمتريكسيت. بشكل عام اللي عندهم ادنو كارسينوما بياخذوا، ممكن نعطيهم بيمتريكسيت، اللي ما عندهم ادنو كارسينوما ما بنعطيهم بيمتريكسيت. What type of non-small cell lung cancer is squamous؟ طلع هي انه سيسبلاتين جيمسايتابين هو preferred، العالم اللي اخذ سيسبلاتين مع جيمسايتابين على هيت فورست بلود، بنلاحظ انه squamous cell carcinoma راحوا على اليمين. فالسيسبلاتين جيمسايتابين للسكويمس سيل كارسينوما هو افضل، فمعناتها البيمتريكسيت مع سيسبلاتين افضل للادنو كارسينوما، وسيسبلاتين مع جيمسايتابين افضل للسكويمس سيل كارسينوما. فهي بشكل عام هي الاسئله اللي جاوبنا عنها. Do we need chemo versus supportive care? Yes. Better overall survival، ترفع عيوشيه هذول المرضى، وبترفع كمان كيف بتحسن لهم كيف بيشعروا. في مرضى بيكون ما له قدران يعمل شيء، بتعطيهم كيموثيرابي بيصير بيرجع يشتغل، بيرجع لحياته.
الطبيعية. What type of chemotherapy? Platinum doublets of mahagina, cisplatin or carboplatin مع another agent. وهذا ال other agent, is it different with subtypes؟ شفنا انه ال pemetrexate لل adenocarcinoma و gemcitabine لل squamous cell carcinoma. فاجا مريض معناتها سرطان الرئة, اول شيء ممكن الواحد لازم يفكر فيه هو staging. نشوف هذا stage 1 2 3 versus stage 4, لأنه مرة أخرى stage 4 ما فينا نعمل, ما فينا نشفي, فينا نخليه نحاول إنه نثبط الورم عن إنه ينتشر أكثر, ولكن ما فينا نشفي شفاء تام. الشفاء وقت عم بحكي الشفاء أنا قصدي إنه يروح الورم وننسى وما يرجع بالمستقبل. stage 1 بشكل عام هو ورم محدد بالرئة, ورم صغير. ستيج 2 ورم اكبر بشوي, ممكن يكون في نقائل للعقد الليمفاويه تبع الرئه. ستيج 3 هو ورم مع نقائل غالبا للمنصف. ام ار اي اوف برين هي كثير مهمه, لانه سرطان الرئه بينتقل للدماغ, فلذلك اي مريض سرطان رئه لازم ينعمل له ام ار اي برين. الإيكوج performance status حكينا عنها, والـ expectation goals هي كتير كتير مهمة, إنه الواحد يقول له للمريض أنا فيني حاول إنه ثبت الورم عن الانتشار, ولكن ما فيني أعمل cure لهذا المرض, حتى يعرف المريض شو هو فايت على شو. لأنه أي خطة علاجية هي أي علاج كيموثيرابي أو immunotherapy, معظم هدول المرضى دائماً عم يأخذوا علاج, ما في إنه والله أخذ شهرين ثلاثة بعدين موقف. فهي hard commitment يعني. بعدين tissue staging. tissue staging اللي قصدي فيه هلا بحكي عنه دقيقة واحدة, بيوضح ال NCCN guidelines, هي واحدة من guidelines. فإجا مريض مرة ثانية metastatic disease مع نقائل, أول شيء بنشوف ال histology subtype تبع المريض, هل هو squamous أم non squamous. طبعا هذا عم نحكي نحن بشكل عام non small cell lung cancer, ف squamous non squamous. هذا المريض, انا المرضى اللي اجوني دفعتي اول شيء كانوا نون سكويمس, فهو نون سكويمس. بعدين بنعمل له موليكيولر تيستينج. هلا في كثير طرق للموليكيولر تيستينج, اكثر هلا معظم المرضى اللي بنشوفه نحن بنعمل لهم شيء اسمه نيكست جينيريشن سيكونسينج, طلع على في فحص معين على الورم نفسه بذاته بنبعته, وبيعملوا تيست لمئات الطفرات وبيدوروا عليها اذا في طفره موجوده اما لا مثلا. واهم الطفرات الموجوده اي جي اف ار, ال كروس 1 وبي راف, لانه هدول الطفرات في عندنا دواء معين موجه لهي الطفره بحيث يوقف الورم من الانتشار. وبعدين الشيء الجديد هو البي دي ال 1 تيستينج, هذا حنحكي عنه. فعملنا كل هدول الشغلات وطلع معنا انه بي دي ال 1 بوزيتيف, وبعدين ما في اي ميوتيشن ثاني, ما في اي جي اف ار ال كروس 1 بي راف. فبنروح هلا بشكل عام البروجريشن فري سرفايفل ميديان, هي ما له افريج, هي ميديان بروجريشن فري سرفايفل لمريض سرطان رئه مع نقائل هو 4.5 ل 5 اشهر, والاوفر اول سرفايفل هو حوالي 10 اشهر. فالسؤال اذا طرح نفسه, هل فينا can we do better than that؟ هل فينا نعطي شيء أفضل من الكيموثيرابي؟ هل فينا نرفع هاي العشرة أشهر؟ هل فينا نساوية مثلاً سنة ونص؟ فهذا السؤال هو الذي يطرح نفسه, اللي صار له إن عملت عدة دراسات على هذا الشيء. هلا إن عملت عدة دراسات, في دراسات كانت إنه عن الدبلتس نفسها يزيد عليها شيء تاني, دواء تاني بيولوجيك. أو في دراسات تانية عملت doublets versus شيء تاني, إنه مقابل شيء تاني. هلا الشيء المعين هون اللي حنحكي عنه هو checkpoint inhibitors. هو checkpoint inhibitors هن immunotherapy, هن علاج مناعي, وفي عدة علاجات مناعية متواجدة, من أهمها هو ال PD-1, PD-L1 inhibitors وال CTLA-4 inhibitors. حنحكي مو أكثر شيء عن PD-1 inhibitors. PD هي programmed death, الموت المبرمج. حنشوف شو يعني هذا الشيء. هلا في خلية ورمية بالجسم
وتكون خلية ورمية بالجسم، بيجي الجهاز المناعي الخلايا التائية بتروح وبتحاول تهاجم هي الخلية الورمية. بنشوف هون انه كيف هون كيف الخلية الورمية كيف الخلية التائية اكتف عم تحاول تقضي على هذا الورم. اللي بيصير انه الورم مرات بيكون ذكي، فاللي بيساويه هو بيبعت PDL1 ال Program Death Receptors Ligand، بروتين صغير بيبعته لحتى يرتبط بالبروجرام ديث ريسبتورز على الخلايا التائية. وقت يرتبطوا سوا الخلية التائية بتتصبط، ما بتعود فعالة. يعني ممكن الواحد يتخيل هذا الشيء، انه الخلية التائية عم تحاول تهاجم الورم، بعدين الورم بعت لها رسائل بيقول لها انه انا مالي غريب عن الجسم، فلا تقضي علي. فالخلية التائية منه ما بتعود تهاجمه. فاللي بصير وقت نعطي كيترودا او البيموزيماب، هذا الواحد من التشيك بوينت انهبيتر، البي دي 1 انهبيتر، بيروح هي عباره عن ضاد انتي باري، بيروح وبيرتبط بهدول المستقبلات الموجوده على الخليه التائيه بي دي 1 ريسبتورز، وبيمنع من الارتباط من اللايجند تبع اللي على التيومر. وقت يمنع انه مثل انه عم يوقف هدول الرسائل عم بيعطي التيومر، عم يفيق الخليه التائيه، عامل له للجسم انه عامل له الجهاز المناعي انه في شيء غريب بالجسم فروح قاتله. فهذا هي الطريقه هي اللي بيشتغل فيها البيمبرولوزيباب. فهو اذا بدنا نقارنه بالكيموثيرابي اي علاج كيماوي، العلاج الكيماوي هو نحن بنسميه سايتوتوكسيك، يعني انه قاتل للخلايا. نعطي الكيموثيرابي بيأثر سواء على الدي ان اي او الار ان اي، وبيقتل بيقتل الخلايا السرطانية، وكمان بيقتل الخلايا بعض الخلايا العادية أيضا، لأنه هو سايتوتوكسيك. أما هون الاميونوثيرابي العلاج المناعي، فهو عم يستخدم المناعة تبع الجسم وعم يفيقها أكثر لتقاتل الورم. فلذلك السايد افكتس والآثار الجانبية مختلفة بيناتهم. هاي فيديو كمان بيوضح، بس فيديو سريع بيوضح كيف. هلا هاي الورم، وبتجي الخليه التائيه بدها تهاجم الورم، بتبعت لحتى تقتل الورم. فالورم في ذكائه بحط غطاء اللي هو البي دي ال 1 تبعه، بيوقف الخليه التائيه. فنحن شو بنساوي؟ بنجيب البيمبرولوزماب او الكيترودا وبنحطه على الخليه التائيه، بنمنع هذا الاتصال، فبصير الورم عرضة للقتل من الخلية التائية، وبصير في قتل للورم. فقد يسأل سائل إنه هل جميع المرضى اللي عندهم سرطان رئة عندهم هذا الـ PD-L1 على التيومر تبعهم؟ لا، تقريباً 28، يعني تقريباً ثلث المرضى عندهم الـ PD-L1 staining أكثر من 50%. هلا وقت نقول PD-L1 positive كمان هي يعني هي اللي بيساووه انهم بيجيبوا الورم ويطلعوا عليه تحت المجهر، وبعدين بيحطوا اي اتش سي اميونو هيستوكيمستري، بيعملوا ستيننج للبي دي ال 1، وبيشوفوا بعدين حسب الستيننج قديش في اكسبرشن، وفي برسنتج. ف مور ذان 50% از سترونجلي بوزيتيف، مور ذان 1% از بوزيتيف، less than 1% is negative. checkpoint inhibitors في اكثر من checkpoint inhibitor حاليا. نحن حنركز على pembrolizumab، فيها في nivolumab، في atezolizumab، في avelumab، في durvalumab، كلهم هذول FDA approved بس مو لل lung cancer. اول ثلاثه approved لل lung cancer، اخر اثنين approved لشغلات ثانيه مثل bladder cancer و merkel cell وشغلات اخرى. هذول انا عم بحكي عن هدول الاميونوثيرابي. هي عملت، انا حكيت انه عملت ثوره بالعلاج، خاصه كانت الثوره العلاجيه كانت بالميلانوما بشكل عام. يعني لانه ميلانوما كان المريض بيجي وقت يكون عنده ميلانوما معنا قائل، بالعاده كان يعيش المريض ستة اشهر 8 اشهر مع الكيموثيرابي. هلا في مرضى صار لهم على البيمبرولوزوماب مثلا 3 سنين وما في اي اثر للمرض تبعهم، يعني عمليا انشفوا من فلذلك هي عملت ثوره. طبعا استخدمت تشيك بوينت انهبيترز بعده اورام، والفعاليه تبعها
مختلفة طبعا، حنشوف هلا بالنسبة للون كانسر. هلا كلينيكال ترايل فيزز، بس حبيت اذكر بشكل عام تذكرة للجميع انه وقت نعمل دراسة كلينيكال ترايل فيز 1 هي اهم الاهداف تبعها، هي انه نشوف هل العلاج سيف ام لا للمرضى، وقت نعطيهم مثلا ناخذ 20 مريض نعطيهم دواء جديد نشوف هل هذا العلاج آمن، هل في آثار جانبية، هل هذا الدواء بحد ذاته أثر المرضى مثلا. فنسمع كثير فيز 1 ترايلز وقفوا لأنه ساوت آثار جانبية شديدة. فيز 2 سيفتي بلس، إنه بدنا نشوف هل هذا الدواء فعال أم لا. فيز 3 سيفتي اند افكسي، نعرف اوريدي إنه هذا الدواء فعال ونسبيا آمن، بس هل هو أفضل من الستاندرد أوف كير بحالتنا؟ هل بيمبروليزوماب افضل من الكيموثيرابي؟ هلا البيمبروليزوماب بلشت قصته باللونج كانسر مع الكينوت 001، هي كانت فيز 1 ترايل، اخذوا مرضى، كانت من اكبر الفيز 1 ترايلز الموجوده، كانت تقريبا شيء حوالي ال 300 مريض، اخذوهم عملوا لهم ستيننج الاي بي سي، هاد ستيننج البي دي ال 1 كان اقل من 1%، هي ال بي بي ال 1 between 149%، بي دي ال 1 more than 50% هون سي، شوفوا انه كيف ملون اكثر هون، هذا اللي انا كان قصدي امينو هيستوكيمستري تحت المجهر. وشافوا انه هذا بروجريشن فري سرفايفل، هذا الكابلن ماير كيرف، طلعوا انه كيف الكيرف تبع البي دي ال 1 اكثر من 50%، كيف انه اكثر من الباقي، فهذول المرضى اللي اخذوا بيمبرولوزوماب وعندهم الستيننج PD-L1 strongly positive أكثر من 50% عاشوا أكثر من الباقي. هاي الدراسة كانت ما لها على first line، هي كانت second line، يعني هدول المرضى كلياتهم كانوا معالجين بكيموثيرابي معين أو شيء ثاني، بعدين ما عاد اشتغل هذا الشيء اللي أخذوه ففاتوا على هاي الدراسة. دراسة ثانية كمان second line قارنوا فيها، هي phase 2 trial KEYNOTE-010، قارنوا فيها بين البمبرولوزماب، هون بتلاقي البمبرولوزماب هدول الاثنين ب ب two different doses 2 milligram per kilogram 10 milligram per kilogram versus docetaxel. بالسكند لاين ستاندرد اوف كير كان من قبل مريض اخذ دواء معين، مثلا اخذ البلاتينم دبلت كفيرست لاين، ما عاد اشتغلوا البلاتينم دبلت فبنحولهم على docetaxel احد الكيموثيرابي docetaxel لحاله. فبهي الدراسه الفيس 2 ترايل قارنوا بين pembrolizumab مع docetaxel، شوفوا كيف 50% كيف كان strongly انه فعال اكثر، وهي من 1% كانوا كمان فعالين اكثر، pembrolizumab كان فعال من docetaxel بس مو مثل هون. هلا البيكو تبع المرضى تبعاتنا هو اول شيء البي patient مع سرطان رئه معنا قائل، الاي intervention هو pembrolizumab، ال C هو الكمباريزن، هي conventional cytotoxic chemotherapy platinum doublet، او هي اللي احنا interested فيها. الاوتكم اللي بدنا اياها هي ال overall survival progression free survival وال objective response rate، فقديش هدول المرضى عاشوا وفعال ام لا. وهي الدراسه انتشرت بال New England Journal of Medicine، كانت pembrolizumab مقابل كيموثيرابي فور بي دي ال 1 بوزيتيف، فهدول لازم يكونوا بوزيتيف، لازم يكونوا اكثر من 50% بوزيتيف نون سمول سيل لون كانسر. تذكروا هدول المرضى كلياتهم فيرست لاين، مريض هلا اجاني على عياده وهلا عمي هلا انا عرفت انه معه سرطان، ما اخذ اي علاج ثاني من قبل. سؤال الكينوت 024 هي الدراسه اللي عم نشوفها، هو انه مريض اجى على العياده مثل المرضى اللي شفناهم الكيس 1 2 3، اجى على عياده مع نون سمول سيل لون كانسر، بي دي ال 1 ستيننج تبعه اكثر من 50%، والاي جي اف ار الك والراس ميوتيشنز كانوا نيجاتيف ما كانوا موجودين، فهل بيمبرولوزوماب حيرفع البروجريشن فري سرفايفل اوف سرفايفل ضد البلاتينم دبلت ثيرابي ام لا؟ هذا السؤال اللي كان طرح هي الدراسه. فالديزاين تبع هي الدراسه هي كانت فيز 3 مالتي سنتر راندمايز انترناشونال ترايل، كانت randomized
تقريبا 300 مريض طلعوا معنا بعد السكريننج والراندمايزيشن. حنشوف الكانسر دايجرام السلايد اللي بعد هذا. بيمبرولزما 150 تقريبا، كيموثيرابي 150، كانت ب 102 سنتر. هي دراسة عالمية انه 16 دولة و102 مشفى. والانرولمنت كان بين 2014 و2015، خلال سنة واحدة طلعوا هدول المرضى. ميديان فولو اب وتابعوا هدول المرضى تقريبا لمدة سنة، بعدين عملوا اناليسز. الاناليسز تبعهم كان انتنشن تو تريت اناليسز. وقت وزعوا المرضى عملوا راندمايزيشن، وزعوهم حسب البرفورمانس ستاتس 0 او 1، تذكروا 0 او 1 ما في 2، والتيومر هيستولوجي سكويمس فيرسس نون سكويمس، مثل ما حكينا هذا الشيء مختلف لانه، وحسب الريجن هل ايست ايجا ام نون ايست ايجا. والبرايمري اوتكم هو كان بروجريشن فري سرفايفل. الانكلوجن كرايتيريا كان انه المرضى لازم يكونوا اكثر من 18 سنه، performance status 0 to 1، مرة ثانية ما في 2 بس 0 1، histological confirmed stage 4 disease، لازم يكون مؤكد انه هذا المريض معه stage 4 مرحلة رابعة lung cancer، PD-L1 لازم يكون strongly positive، لازم وقت عملنا ال immunohistochemistry ال IHC انه يكون اكثر من 50%، وكمان لازم يكون ال hepatic kidney function is acceptable، لازم يكون كتني الكلاوي تبعه شغاله. و they excluded المرضى اللي عندهم EGFR و ALK mutations، ما فوتوهم بهي الدراسه مره ثانيه لانه هدول مرضى مختلفين. هدول المرضى عندهم في ادويه معينه وهي عباره عن حبه الواحد بياخذها كل يوم، يعني ما لازم ما بياخذوا intravenous treatments، بياخذوا بس حبه بياخذها المريض كل يوم لعلاج السرطان تبعه ضد الطفرة المعينة. فلذلك طلعوا هون ال prior systemic metastatic disease therapy for metastatic disease، مثل ما حكينا هدول مرضى first line، أول مرة بيجينا عندك. وكمان طلعوا المرضى لأنه هلا ذكروا الآلية تبع الاميونوثيرابي للعلاج المناعي، هو أنه عم فيق العلاج المناعي وعم خليه يروح يهاجم الخلايا السرطانية. بس عندي مريض already عنده autoimmune disease، مثلا عنده التهاب مفاصل رثياني، او عنده ذئبه حماميه، او حتى عنده او حتى المريض عنده مثلا زرع كليه وعم ياخذ مثلا بروجراف تكرالمس وبريدنيزون، رحت انت عم تحاول بالعلاج تبع هدول المرضى انه تظبط له الجهاز المناعي تبعهم، عم تخلي او مثلا كرون ديزيز اذا كان اكتف عم تخليه تحاول تظبط له الجهاز المناعي، بتروح تعطيه اذا رحت اعطيته immunotherapy، فانت اللي عم تفكر انه عم تفيق الجهاز المناعي وحيصير عنده اكيد فلير، فيصير او ممكن المرضى اللي معهم زرع كليه ممكن يصير عندهم ريجكشن. هلا اكيد هذا الشيء بشكل عام بالدراسات، يعني هدول المرضى كلياتهم طلعوا من الدراسات، اكيد في اكسبشنز. هي بشكل عام فالراندمايزيشن كان على كان في عندنا تو جروبس. الجروب الاول كان بيمبرولوزم ما اخذوا 2 جرام اي الاميونوثيرابي او كيترودا بنسميه، بيبرولوزوماب 200 ملغ، بيجي المريض على العياده نحط له انترافينس تريتمنت تقريبا ساعه ونص انفيوجن، كل 3 اسابيع بيجي المريض، بيجي مثلا نعطيه بيبرولوزوماب بعدين بيرجع بعد 3 اسابيع بياخذه مره ثانيه لمده 35 سايكل، فكل 3 اسابيع هي بنسميها سايكل. او فيرسس كيموثيرابي هي خلوا الانفستيجيتورز الدكاتره اللي فوتوا مرضى انه يختاروا اللي بدهم اياه، لانه مثل ما حكينا بلاتينم دبلتس هي ما في فرق بيناتها، مع اخذ بعين الاعتبار البيمتريكسيت والجيمسايتابين اللي حكينا عنه من قبل بالادنوكارسينوما فيرسز نون ادنوكارسينوما. الكيموثيرابي جروب قالوا لهم تكملوا علاج 4 ل 6 سايكلز، بيجي المريض بياخذ مثال مثلا بياخذ كاربوبلاتين مع بيمتريكسيت، بيجي المريض اليوم بياخذ هدول العلاجين بعدين بيرجع بعد 3 اسابيع وبياخذ العلاج مره ثانيه. كل واحده من هدول العلاج هو هي تعتبر سايكل وعادوها لمده 4 ل 6 مرات. هلا بالعاده من قبل كان الواحد ياخذ 4 ل 6 سايكل وبعدين يوقف، بس بعدين طلعت دراسه وذكرت انه اللي بياخذوا 4 سايكلز او 6 سايكلز او عادة 4
سايكلز، بعدين بنكملهم على شيء مينتننس بيمتريكسيت كل 3 اسابيع. فلذلك مينتننس بيمتريكسيت واز الاود، سمحوا بانه المينتننس بيمتريكسيت ينعطى as long as it was decided prior to randomization. لازم الانفستيجيتورز اذا كانوا بدهم يعملوا هذا الشيء يكونوا مناقشين من قبل مع الدراسه انه نحن هدفنا انه بعد 4 سايكل طيب بيمتريكسيت مينتنس. وبعدين عملوا اسسمنت للمينتنس خلال كل تسع اسابيع، عملوا ايميجينج وكملوا التريتمنت حسب الخطه اللي حكينا عنها، لحد ما اذا مريض السرطان تبعه ما عاد استجاب ديزيز بروجريشن او كان في ادفيرس ايفنتس كانوا كثير سيئه ممكن كانوا يوقفوا التريتمنت. على هي مهمه انه كروس اوفر، سمحوا انه المرضى اللي كانوا على الكيموثيرابي والعلاج تبعه ما عاد استجاب انه يروح على البيمبرولوزوماب. هذا شيء مهم. على البيسلاين كاركترستكس بالتيبل 1 هن كومبيرابل ات بيسلاين، ما كان في فرق بينهم. وهي التيبل 1 نشوف انه العمر بشكل عام 64 هو الميديان، 66 بنلاحظ هون الرينج. هي شغله مهمه انه واحد مثلا بيقول مريض عمره 80 سنه 82 سنه وجاي بنقائل من السرطان، هل بعالجه ام لا؟ في دراسات ايضا لقيت انه كيموثيرابي versus best supportive care therapy، كيموثيرابي is better. فلذلك هون في مرضى ما في ايج ليميت، في مريض مثلا هون كان عمره 90 سنه اخذ بيمبرولوزوماب، في مريض عمره 85 سنه اخذ بيمبرولوزوماب. لاحظ ميل فيميل كلياته بالانسد. الشيء الوحيد اللي كان مختلف هو البرين ميتاستاسيس. بيمبرولوزوماب كان عندهم 11% كان عندهم برين ميتاستاسيس، بينما الكيموثيرابي كان 6.6%. هذا الشيء الوحيد المختلف بيناتهم كان. هاي الكانسر دايجرام عملوا سكريننج تقريبا ل 2000 بيشنت، شافوا اذا هن they met the eligibility criteria اللي شفناها بالانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا. طلع معهم اخر شيء 305 patients ممكن يفوتوا على الدراسه، ففوتوا 154 patient بالبمبرولوزوماب جروب و151 للكيموثيرابي جروب. وطلع من الشغلات المهمه انه 151 فاتوا، 151 نعملون اناليسز، 154 فاتوا، 154 نعملون اناليسز. هلا نتائج هي الستدي. اول شيء الكومبلاينس، كل البيشنتس اللي فاتوا كان مخطط لهم انه ياخذوا البيمبرولوزوماب، اخذوا البيمبرولوزوماب. بالكيموثيرابي جروب واحد من البيشنتس قرر انه ما عاد بده يفوت بالدراسه فسحب الكونسنت تبعه، و 46 بيشنت اخذوا بيمتريكسيت مينتنس، يعني بعد 4 أو 6 سايكلز of البلاتينم دبلت اخذوا بيمتريكسيت كل 3 اسابيع. كروس اوفر حوالي نص الكيموثيرابي جروب راحوا على البيمبرولوزوماب جروب. فهي مهمه، هذول المرضى انسحبوا من الكيموثيرابي وراحوا على البيمبرولوزوماب جروب لسبب معين، اللي هو اما سايد افكتس او ديزيز بروجريشن، ما عاد استجابوا. فهن عمليا مرضى اوريدي البروجنوزس تبعهم سيء وراحوا كروست اوفر تو بيمبرولوزوماب. فما البيمبرولوزوماب طبعا طلع معنا اقوى، فهي نقطه قويه للبيمبرولوزوماب انه انا فوتت مع البيمبرولوزوماب جروب مرضى اوريدي البروجنوزس تبعهم اسوء، حطيتهم مع البيمبرولوزوماب ومع ذلك البيمبرو كان اقوى. Of the patients who crossed over, البيشنتس اللي كروست اوفر هدول نص البيشنتس اللي بالكيموثيرابي راحوا على روزماب جروب عملوا كروس اوفر، ونص هدول البيشنتس وقت عملوا اناليسز كانوا لساتهم عم ياخذوا التريتمنت، فكانوا عم يتحسنوا على البيمبرولوزوماب او they're tolerating the pembrolizumab. هلا الاوتكمز مثل ما حكينا، progression free survival, overall survival, objective response rate، بنلاحظ هي كابلن ماير للبروجريشن فري سرفايفل هو البرايمري اند بوينت كان. بالاسود البيمبرولوزوماب، بنلاحظ بالكيموثيرابي بالاسود او الرمادي بنلاحظ كيف في very nice separation of curves. بنلاحظ انه البيمبرولوزوماب الكيرف تبعه تبع كابلن ماير انه مرتفع اكثر من الكيموثيرابي، وهذا الشيء statistically significant p value 0.001 والهازارد ratio 0.5. يعني البيمبرولوزوماب نزل البروجريشن فري سرفايفل بنسبه 50%. الميديان
مرة تانية، هذا ميديان وليس افريج، هو 10.3 versus 6 month. يعني البمبرولزماب رفع البروجريشن فري سرفايفل من 6 اشهر الى 10.3، 6 اشهر اذا الواحد راح كيموثيرابي. Secondary outcomes هي median overall survival. لا تذكروا انه هذول المرضى وقت عملوا لهم analysis للداتا كان تقريبا median follow up 11 point something، تقريبا سنه. ففي وقت عملوا analysis بهي السنه في مرضى لساتهم عايشين، فلذلك هي قصه not reached median overall survival not reached، لانه في مرضى لسه ما وصلوا للاخير، ما بنعرف تماما median وين، median لسه ما وقف. فلذلك هو لانه هي نستنى غالبا حيعملوا فولو اب لهي الستدي مثلا اناليسز مره ثانيه بعد سنتين ونص بعد 6 سنين ليعطونا الميديان قديش كان. بس بشكل عام اذا بتطلعوا على الكيرف تبع الاوفر اول سرفايفل بالازرق هو البيمبرولوزماب كيموثيرابي، بالرمادي ملاحظ انه في كمان نايس سبريشن اوف ذا كيرفز، كمان الهازارد ريشيو هي 0.6 تقريبا والبي فاليو 0.005 كمان ستاتستيكلي سيجنفيكنت، معناتها رفع لي بروجريشن فور سرفايفل ورفع لي الـ overall survival. response criteria كيف هدول المرضى مثل ما حكينا نحن بنعطي chemotherapy و immunotherapy، بعدين في عدة احتمالات ممكن تصير معنا. الـ objective response اللي هو عبارة عن مثل ما complete remission انه يختفي المرض تماما، او partial response هو يصير في shrinkage انه ينكمش الورم يصغر مقاسه. بالـ pembrolizumab group 44% تقريبا نص الـ patients صار عندهم objective response. الـ chemotherapy group تقريبا ثلث الـ patients صار عندهم response، فهي أكثر. time to response كمان هي مهمة، لأن في بعض العالم بيقولوا إنه واحدة من الشغلات السيئة بالـ immunotherapy إنه هي أبطأ من الـ chemotherapy، ولكن هذا الشيء ما يعني كان ما له موجود بهي الـ trial، إنه median 2.2 هذا اللي قصدهم فيه time to response، انه انت اعطيتي الكيموثيرابي او الاميونوثيرابي بعدين عملتي restaging scans وعملتي imaging، عملتي CT scan وشفتي امتى بلش الكيموثيرابي مثلا يصغر الورم. ف median هون شهرين، بعد شهرين بلش البمبرولزماب والكيموثيرابي حتى يصغر الورم. وكان comparable يعني between groups. هلا duration of response مثل ما حكينا من قبل، انا اعطيت كيموثيرابي والورم صغر، بس السؤال اللي يطرح نفسه صغر هلا، هل بعد شهر او شهرين حيرد يكبر اما بعد سنه او سنتين؟ فهذا الشيء كثير مهم انه durability of response، وهي من اهم الادفانتجز، هي من اهم نقاط القوه تبع الاميونوثيرابي بشكل عام، سواء ميلانوما أو lung cancer أو بشكل عام. ال patients اللي بصير عندهم response they respond longer than chemotherapy، يعني في durability of response. يعني في مرضى بياخذوا ال immunotherapy بيضلوا على ال immunotherapy مثلا سنة ونص شغال. هلا هون بنلاقي مثلا وقت عملوا ال analysis بهي الدراسة ال median not reached، لأنه في عالم هي زائد إنه بتقول لك إنه في عالم لساتهم يرسبوند. يعني في هون مريض كان صار له البمبروزباب 14 شهر لساته ريسبوندينج، كيموثيرابي في مريض هون كمان 12 شهر لساته ريسبوندينج، ف median هون ريتش 6.3 هون نون ريتش. هاي حكينا عن هدول النقط. هلا بالنسبه للادفيرس ايفنتس مثل ما حكينا الاثار الجانبيه هي مختلفه، لانه الطريقه اللي بيشتغل فيها الدواء هي مختلفه، ولكن بشكل عام الاني جريد تقريبا 73% بالبمبروزباب صاروا عندهم سايد افكتس. هي بشكل عام الجريد 3 4 5 هذول السيفيريتي السيفير سايد افكتس تقريبا بربع المرضى عن بمبرولزماب، بالكيموثيرابي تقريبا نص المرضى صار عندهم سيفير سايد افكتس. led to discontinuation السايد افكتس انه ادت لانه الواحد يوقف التريتمنت ب 7.1 versus 10.7. ف يعني بشكل عام لاي انه البمبرولزماب مور تولربل، انه المرضى بيتحملوا البمبرولزماب اكثر واقل اثار جانبيه. هلا بس بدي اذكر بالاثار الجانبيه، بس حبيت اذكر هدول الاشياء، وهي هي من الاسباب مثل ما حكيت من اول محاضره، من الاسباب اللي بحكي فيها على الاميونوثيرابي هون، ومره ثانيه انه لباقي الاختصاصات وللجنرال انترنال ميديسن، لانه مريض عم ياخذ بمبرولزماب وجاي
أو مريض بشكل عام مع سرطان رئة مع نقائه، وجاي على الطوارئ مع ومعه إسهال شديد. فمريض عم ياخذ كيموثيرابي مع إسهال شديد، حفكر أنا غالبا ممكن سي ديف أو انفكشن أو هيك. إسهال شديد وعم ياخذ اميونوثيرابي، بدي فكر انفكشن، بس مع ذلك بدي فكر كمان انه هذا اوتو اميون كولايتس، اوتو اميون سيفير رياكشن اوف ذا سكين، اوتو اميون نيومونايتس، اوتو اميون هايبوفيزايتس، هايبوفيزايتس التهاب نخامه. هاي كثير مهم، لانه مثلا مريض ضغطه عم ينزل، الصوديوم تبعه نازل، ممكن يكون انسفشنسي من التهاب نخامه، او مثلا مريض ثايرويدايتس، التهاب الغده الدرقيه. فهدول كثير شيء مهم الواحد يعرف هدول الاثار الجانبيه لحتى يعرف كيف يعالجهم، لانه غالبا الدكتور اللي حيكون موجود تحت بالغرفه الاونكولوجي هو دكتور غرفه الطوارئ، فلازم يكون عارفان هالشيء. وبعدين المريض حيعمل له ادمشن، غالبا حيدخل على المشفى، اذا بده يدخل على المشفى ما حيفوت على، بشكل عام طبعا عم بحكي، بمعظم الاحيان ما حيفوت على اونكولوجي سيرفيس، ما حيكون مريض الاورام هو اللي حيشوفه بالمشفى، وانما حيكون بشكل عام مريض جنرال. فمثلا مريض معه اسهال شديد وجاي على بيمبروزيماب وما عنده مثلا فيفر، وطلعنا ما في عنده حراره، ما في عنده عروقات، ما في عنده ارتفاع بال وايت بلود سيلز، فهذا بدي فكر بيكون عندي انا لو ثريشولد انه اعطيه ستيرويدز لحتى اوقف له اللي بصير، انه انت بتعمل مثل حاله انفلاميشن بقلب التيومر، وممكن هدول خلايا تلاقيه اللي انت فيقتيه وعطيت وقت اعطيت الكيترودا البمبرولوزماب، وقت انت فيقتي هدول خلايا تلاقيه، ممكن هدول خلايا تلاقيه تروح وتهاجم الكولون، ممكن تروح تهاجم البنكرياس، فلذلك نعطي ستيرويدز بهدول الحالات. طبعا حسب الجريد، حسب قديش سيفير هذا الحكي. هلا هي بشكل عام انا عرضت الدراسه، وحابب اسمع منكم الكريتيكال ابريزل، شو رايكم بالدراسه؟ شو رايكم من ناحيه الراندومايزيشن؟ انا بعرف في عندنا تيم ما شاء الله عليهم حاضرين الدراسه من قبل ومحضرين نقاط معينه يشاركونا فيها، شوف شو نقاط الضعف، نقاط القوه تبع هي الدراسه من حيث الراندومايزيشن وبشكل عام ايضا. فاذا نسمع من التيمز. اوكي، الله يعطيكم العافيه دكتور. في معنا روبا ومعنا ايه، ممكن تبلشوا؟ مين بيحب يبدا؟ روبا ايه. مرحبا، اهلا وسهلا، سمعاني انك تفضلي. مرحبا. ايه طبعا. هلا بالنسبه لحظه شوي، ربع صوتك شوي مو واضح، لو تقدري شوي تعدلي بالصوت. ايه واضح هيك؟ تمام، ممتاز. ايه تمام. هلا بالنسبة للسكشن A، بالسؤال الأول كان إجابتي إنه بالتشيك ليست، يعني السؤال الأول كان جوابتي جواب يس. هلا شو يعني تعليل اجابتي انه هيك جاوبت؟ هلا هو من واضح من عنوان الدراسه انه كانت فوكس البوبوليشن محدد شو هو، والانترفينشن كانت البيمبروزيماب، والكومبيراتور جيفن از كان كيموثيرابي، والاوتكمز كان انه حاطين انه بيمبروليزوماب واز اسوشييتد وذ سيجنيفيكانتلي لونجر بروجريشن فري اند اوفر اول سيرفايفل اند فيور ادفيرس ايفنتس ذان واز بلاتينم بيست كيموثيرابي. فبالنسبه لاول شيء انه يس. هلا بنتقل للسؤال الثاني. تمام، لا انا اوافقك.
ايه تمام. هلا بالنسبه للسؤال الثاني كان ايه was the assignment of patients to treatment randomized. كمان هلا كيف بحدد انه هن قايلين بالدراسه موضحين هن ما قايلين طريقه بس اذا في انه هن randomized in one one ratio but how I can't figure it out. ما عرفت كيف يعني كيف عملوا randomization فما اقدر اجاوب. في النقطة الثانية كمان إذا كان في الallocation concealed from researchers إنه ما كان concealed. التعليل على الإجابة كان لحظة شوي إيه هلأ هي كانت open label trial إنه ممكن ال researchers أو ال authors أو ال investigators عندهم full access للداتا. فبصن الإجابة للسؤال الثاني إنه يس. يعني it's worth continuing. تمام. طب هل برأيك إذا كانت open label أما ما كانت open label مثلاً إذا كان في إذا كانت concealed أو blinded هل حتأثر على outcomes أم لا؟ هلا ممكن هلا ممكن بتصور ممكن تأثر على الاوتكمز اذا كان واحد من الاوتكمز مثلا كواليتي اوف لايف صح. مثلا اذا واحد عم يقول مريض عرفان المريض مثلا انه هو عم ياخذ هذا العلاج الجديد العلاج الغالي كثير وهيك فالوقت وقت يعرف انه عم ياخذ هذا العلاج غالبا حيشعر بشكل افضل. تماما. بس بالنسبة للسيرفايفل بحد ذاته غالبا التأثير أقل حيكون لأن السيرفايفل ما حيتأثر كثير بكيف المريض حيشعر يعني إلى حد ما صح؟ صح تماما. وأنا معك بقصة الراندمايزيشن ما محددينها بالبيبر الرئيسية ولكن بالنيو انجلاند جورنال ميديسن كانوا عاملين هي بابليكيشن للمانسكريبت بحد ذاته وعاملين بابليكيشن لل البروتوكول بالسبلمنتري داتا فحاطط البروتوكول بقلب البروتوكول هن حاطين الطريقه قايلين انه تماما قايلين انه سنترالي يوزنج فويس ريسبونس او انتجريتد ويب فحاكين عنها تماما انه كيف كان الراندمايزيشن. الله يعافيك شكرا جزيلا على نقاط جيدة. مين في الأسئلة اللي بعدها في في عنا آية نحاول ثواني بس تفضلي آية. مرحبا أهلا وسهلا تفضلي سامعني. أي تمام واضح. ايه هلا مشان الراندمايزيشن بس في كان عندي سؤال هلا لما نحن لما هن قالوا انه بحال انه صار في مشاكل بالكيموثيرابي انه صار في عندي بروجريشن للمرض فكان مسموح لهدول العالم انه يروحوا على العلاج الجديد اللي هو البيمبروليزوماب. ايه طب هاي الكروس اوفر مو ما خلت لي بالراندمايزيشن يعني هي حسيت ما في يعني أنا هيك معناته لا حطيت مثل ولو شيء صغير له علاقة إنه أنا ما وزعت بشكل يعني ما وزعت بشكل مجهول يعني كان في مثل إنه ما بعرف هيك حسيت إنه هذا ما اسمه توزيع يعني كان يعني ما له توزيع عام. يعني الشغلة الثانية هلا إنه بالفترة العلاج كان في فرق بين العلاجين هلا بغض النظر يعني انه بعرف انهم مختلفين بس مثلا هنيك كان الرقم بتذكر شيء 35 سايكل ثاني لا انه بس 4 على 6 دورات حتى الرقم كان مختلف ما لي حافظه بس يعني باختصار العلاج اللي تلقوه بالكيمو كان اقل بكثير من العلاج الثاني فهي ما لها نقطه تتاخذ بعين الاعتبار. هلا الشغله الثانيه اللي انا هلا هون طلعتها بس انا بصراحه مالي متاكده منها بس رح احكيها هلا هي ما لها علاقه بالسؤال الثاني. ابسولوت ريسك ريدكشن حسبتها فطلعت معي 0.16
اوكي. حسبتها بناء على الـ objective response rate، فما بعرف يعني هل هو هذا الفرق، يعني هل هو الفرق اللي ما مو هو الفرق الكبير معناها بيناتهم، فهي نقطة، فما بعرف، بس أنا قلت إني ماني متأكدة. اوكي تماما. هلا هلا بالنسبة نقاط كثير للسؤال، مهمة. تمام طب تفضلي. معلش كمل، ايه تفضلي. بالنسبة لا للسؤال تفضلي. تبع البلايندد، إنه يا ترى هل هم كانوا ما بيعرفوا؟ هلا هلا هي نقطة ما ذكرت، بس هو في شغلة انه انا لما حط مريض بكيموثيرابي يعني، او حطه عم بعطيه علاج مناعي، اكيد هو عنده ادراك، ويعني هي الشغله بظن انه ما بيقدر يتحكم فيها اللي عامل الدراسه. تماما. الجروبين مالهم كانوا متماثلين من البدايه، ما بدي رايي، لا كانوا عفوا متماثلين من البدايه، بس ما صار يعني بنهايه الدراسه ما كانوا هن نفسهم اللي بدوا، يعني خربطت بالحكي، اللي بدوا هن كانوا متماثلين، بس بالاخير كان لا، لانه اول شيء غير الكروس اوفر حكوا انه في حدا انسحب، هيك في كان في ودي جوال كان في انسحاب، وهي السؤال الخامس تقريبا جاوبت عليه، انه كان في فرق يعني عمليا بالمده، بس هيك ما عندي شيء ثاني احكي. تمام، شكرا جزيلا. اي لا، نقاط مهمة جدا. هلا بالنسبة للنقطة الأولى، ناحية ال randomization، هلا انا حكوا انه هن randomized initially، بس بعدين حكوا بالبروتوكول تبعهم قبل ما تبلش الدراسة، انه اذا مريض اخذ الكيموثيرابي علاج كيماوي وصار عنده progression، ما عاد اشتغل هذا العلاج الكيماوي، فحيعطوا هذا المريض فرصة انه يروح وياخذ البيمبروليزوماب وبعدين ويكمل على البيمبروليزوماب. فهن بعدين وشفنا تقريبا نص المرضى اللي فاتوا على الكيموثيرابي اخذوا بيمبروليزوماب بعدين. هي اللي حكيتها هون، انا في هون 43% of chemotherapy group crossed over to pembrolizumab after disease progression. فهدول المرضى، نص المرضى هدول ال 66 مريض اللي راحوا على البيمبرولوزوماب وتنعمل لهم اناليسز بعد سنه، نعمل لهم اناليسز على انهم هن كيموثيرابي جروب. فهذا الشيء صح انه نعمل كروس اوفر، صار في شويه كونتامينيشن، ولكن هي الشغله لانه البيمبرولوزوماب طلع اقوى من الكيموثيرابي بالنتيجه النهائيه، فهي تعتبر شغلة إيجابية للبيمبروليزوماب، لأنه ومع أنه 66 مريض من الكيموثيربي ما عملوا منيح، وأنهم أوريدي هدول المرضى أي مريض بيروح من الفيرست لاين بصير سكند لاين، أوريدي هذا المريض البروجنوزيس تبعه أسوأ من مريض فيرست لاين، فهدول المرضى ال 66 مرضى البروجنوزيس تبعهم سيء، الإنذار تبعهم سيء، وفاتوا بالبيمبروليزوماب جروب، بعدين عمل أناسس، فهي قوة البيمبروليزوماب بحد ذاته، انه ومع ذلك البيمبروليزوماب طلع اقوى من الكيموثيرابي. صحيح هو ما كان في ماله، انه ماله بيور اناليسيس، لانه هذول المرضى فاتوا على الكيموثيرابي وبعدين انه ما طلعوا نفسهم هن نعمل لهم اناليسيس، وانما راح البيمبروليزوماب جروب، ولكن هي تعتبر، انا برايي هي تعتبر قوة للبيمبروليزوماب. هلا لو كان النتيجة بالعكس، لو طلع مثلا انه الكيموثيرابي افضل، فهون وقتها بتصير questionable اكثر، بس بشكل عام انا اؤيدك، يعني انه هذا الشيء هو ما له بيور analysis، ما له هيك تماما يعني 100% انه بيور analysis. الفكره بالموضوع هو لانه بنعرف نحن من الدراسات تبع الفيز 2 مثلا، انه هو pembrolizumab غالبا فعال كثير وهيك، فهن هذول الانفستيجيتور اكثر انه من حيث ناحيه اخلاقيه، يعني انه ما بدهم، انه بدهم يعطوهم لهدول المرضى اللي نعمل لهم اللي صار معهم بروجريشن، بدهم يعطوهم فرصه انه ياخذوا اكسبيرمنتال دراج، يعني يعطوهم فرصه انه ياخذوا بيمبرولوزوماب كاكسبيرمنتال دراج. بعدين قالوا انه هدول المرضى اللي اخذوا البيمبرولوزوماب وقت نعمل لهم اناليسيس نصهم كان لساتهم عم ياخذوا البيمبرولوزوماب الداتا كاراف، فهدول المرضى تقريبا نص هدول تقريبا 33 مريض كان لساتهم عم ياخذوا بيمبرولوزوماب ونعمل اناليسيز ولساتهم عم يعملوا منيح تولرينج ذا دراج، فغالبا لانه لساتهم عليه فغالبا البيمبرولوزوماب كان شغال بالنسبه لهم. فهي بس عباره عن انه
الكروس اوفر هون كان عباره عن قصه بس انه يعطوهم فرصه لهدول المرضى انه ياخذوا علاج ثاني عوض عن الدوسي تاكس. مثل ما قلنا هو السكند لاين حسب الفيس 2 ترايل اللي حكيناه من قبل هيك ترايل. السكند لاين هو الدوسي تاكسل، فبدل ما يعطوهم دوسي تاكسل كسكند لاين انه هن صار معهم بروجريشن، اعطوهم بمبرلوزماب. بمبرلوزماب احسن. هل هالشيء ما اتاكد اذا وضحت الفكره ام لا؟ لا وضحت وضحت. يعني معناها لو كان الكيموثيرابي لو كان افضل، لو كان افضل، لو كان هو اللي اخذ كل شيء افضل، معناتها لا كانت حتكون وقتها نقطة ضعف للدراسة. تمام. أنا لو كان العكس. تمام أنا هاد رأيي يعني. تمام. بس أكيد يعني هي ما له أكيد صحيح حكيك، ما له pure analysis، ما له إنه 100% groups إنه separate groups يعني. صحيح تمام النقطة اللي analysis، بس يمكن هو مثل هون بيطلع. هلا انا كطالبه بين معي كفرق احصائي بجوز، بس هو اكيد ما له هو الفرق الطبي. يعني بقصد مو انه الفرق الطبي، بقصد انه يمكن هو طبيا انه لا بالعكس عطى انه هو نقطه قوه، بس يمكن لا حدا حيطلع من وجهه نظر احصائيه لانه لساته طالب، فلا طلع معي انه هو في هذا الفرق. تمام. لا بس نقطه يعني نقطه مهمه يعني. صحيح حكيك انه هذول كروس اوفر كونتامينيشن دائما هذول القصص لازم الواحد يطلع عليهم بالدراسة. فهلا النقطة الثانية هي length of treatment. هو بشكل عام أي مريض مثل ما حكيت أنا إنه المريض جاي ونعطيه كيموثيرابي، عادة نعطيه الكيموثيرابي لأربع دورات علاجية 4 cycles أو 6 cycles. بعدين ممكن كان دائما إنه في عندنا option إنه بعد 4 cycles نعطيه pemetrexate، نكمل له pemetrexate maintenance therapy. فهنا وقت عم يقولوا انه بينما pembrolizumab ما في حد معين، 35 سايكل هنا هم محددينه، يعني ما في له اي ايفيدنس يعني جايبينه هيك بس محددين 35 سايكل. فالفكره بموضوع بشكل عام metastatic disease قد ما فينا نكمل علاج فينا نكمل علاج، بس مرضى السرطان اكثر من اربع ستة دورات علاجيه بدبلت كيموثيرابي ما فينا نعطيهم، لانه بعدها بصير عندهم بون ميرو ايشوز، بصير النقي العظام تبعهم ما بيعود بيقدر يتطلع تماما. فلذلك اللينث اوف تريتمنت حتكون مختلفه اكيد بيناتهم. بعدين النقطه الثانيه اللينث اوف تريتمنت كمان معتمده على التولربيلتي، انه قديش هدول المرضى عم يتحملوا السايد افكتس الاثار الجانبيه، هل الدواء هو فعال ام لا. ما حكينا من قبل انه اذا دواء عرفنا انه اشتغل، بس السؤال اللي يطرح نفسه لإمتى اشتغل؟ إذا اشتغل لمدة 3 أشهر أوكي منيح بعدين وقف، بس دواء اشتغل لمدة 3 أشهر أكيد ما له أحسن من دواء اشتغل لمدة سنة مثلاً. فلذلك الـ length of treatment كان مختلف بيناتهم. يعني هنن كمان مثل ما أنت ذكرتي إنه هنن يعني الأدوية هنن مختلفين بيناتهم. لو كنا عم نقارن chemotherapy versus chemotherapy فهي أكيد حتكون نقطة ضعف للدراسة. يعني هو الفكرة هي اختلاف الأنواع. تماماً. اختلاف النوع. تماماً. شكراً آيام. بس لو سمحت دكتور في سؤال من الحضور من الدكتور أحمد الرفاعي عم يعلق على موضوع الكروس أوفر كمان عم يقول إنه where the patients moves from chemo to immunotherapy objectively checked to confirm that the cancer has progressed. عفواً شلون؟ عفواً ما سمعت السؤال. عم يقول دكتور أحمد الرفاعي عم يعلق كمان على نقطة الكروس أوفر إنه where the patients moved from chemo to immunotherapy objectively checked to confirm that the cancer has progressed. أي تمام. Yes they were. لأنه إنه واحدة من الميثودز كانت موجودة إنه كانوا هدول في عم ينعمل لهم imaging كل 9 أسابيع. Every 9 weeks عم نعمل لهم imaging. فوقت عم نعمل لهم imaging حسب ال recessed criteria اللي حكينا عنها انه صار عندهم progressive disease، فوقتها بينقلوهم لل pembrolizumab. فهن yes they were objectively assessed. اوكي تمام. جو بس تعرف كان عنده سؤال، ما بعرف اذا تمت الاجابة عليه خلال الكلام. ربما مشي الحال.
لأنه تمام مشي الحال. اوكي في نقطتين بس ممكن نعلق عليهم آخر شيء نتركهم عشان نمشي بالتشيك ليست أكثر. تفضل دكتور. نشوف هلا حكينا عن where the patients work are personal blinded، حكينا عن هالشيء انه هي open label study، حتى البلايندنج ما كان كثير حيأثر. هلا ممكن ينعمل بلايندنج بهي الناحيه بس انه ما كثير حيأثر، لانه هو ما حيأثر على السرفايفل، لما طلع سرفايفل او objective response rate ما حيأثر عليه. Were the groups similar؟ حكينا بالتيبل 1 انه كيف كانوا، الشيء الوحيد المختلف كان الميتاستاتيك برين، وهنا نحن بنعرف البيشنتس اللي عندهم نقائل الى الدماغ انذار طبعا اسوء، ومع ذلك هذول كان في عدد اكبر من المرضى عندهم نقائل للدماغ، كان عدد اكبر بالبيمبرولوزوماب جروب، فهي كمان نقطه قوه للبيمبرولوزوماب. في حد عنده سؤال او شيء؟ كمل. لا تمام، كان في تعليق عن موضوع الـ open labeled انه it was not clear from the participant، فبرأيك هو ما اصلا مهم انه حتى لو كان في blinding. تمام، الـ blinding يعني حتكون يعني لانه ما حكتير تأثر على survival هون الـ blinding، يعني المريض اعطيته دواء واخر شيء مات المريض من سبب معين، سواء من الورم بحد ذاته او من سبب ثاني، يكون مؤثر كثير اثر عليه بالبلايندنج بحد ذاته. هلا في نقطه حاذكرها انا شوي هلا بنقط اخر في واحد اخر سلايد حاذكر نقطه معينه، انه هن الكومباني هي اللي عملت الاسسمنت. هلا حروح لهي النقطه. Where all the patients enter the trial probably accounted for it. In conclusion, حكينا كيف إنه كان في intention to treat، إنه فات 152 مريض، نعمل analysis ل 152 مريض. How large was the treatment effect؟ شفنا separation of the curves، إنه كيف كان ال hazard ratio كان تقريبا نص. حتى حكى على قصة ال absolute risk reduction. منشوف مثلا بشكل عام مثلا وين هي الاوبجكتيف ريسبونس، مثلا هون نزل الاوبجكتيف ريسبونس ارتفع. هلا اذا نحكي كريسك ريسك اوف بروجريشن، فبدنا نقلب هي النسبه تصير مثلا بدل 44.8 تصير تقريبا قديش، تصير 50، تصير 53.8 تقريبا شيء 55.2 versus تقريبا شيء 70 مثلا، تقريبا شيء 70. ف من 50 فينا اذا قلنا هي مثلا هي كانت 50 هي 70، ففي عنا 20% هو الابسولوت ريدكشن. هذا الابسولوت ريدكشن هو تقريبا 20% نزل اياه. فهو صح percentage objectively the percentage كمان نزلت كبرسنت، بس كمان هي significant كالابسولوت، يعني كطلع انه هدول عدد مرضى معين، 69 مريض versus 42 مريض صار معهم response. فلما تعطيت البيمبرولوزوماب رفعت الريسبونس من ال 42 ل 69. هلا بهي الدراسه انا ما كثير بحب انه اطلع على absolute risk reduction، لانه عم نحكي كريسبونس هون، عم نحكي ماله risk of death، عم نحكي كبنفيت وليس الريسك. ف 42 ل 69 هذا اللي رفع لي، وهذا سيجنيفيكانت، يعني مو بس البرسنتج هي اللي سيجنيفيكانت. بعدين بنروح على will the result. سو هي كثير مهمه. will the results help locally؟ ام لا، can the results be applied to the in your context. هلا بنحكي على الكيسز، حنروح عليهم حنناقشهم وحده وحده، بس الفكره بموضوع مثلا حكينا انه بيمبروزوماب فعال، بيمبروزوماب هيك عمل هيك عمل، بس مثلا بيمبروزوماب انا حسب ما بعرف ما له افيلبل بسوريا، ما له موجود بسوريا. هلا هو ما له موجود هلا، بس ان شاء الله يعني بالمستقبل انه يصير موجود. بس هلا هل الدراسه هي ابليكابل على مريض بسوريا؟ لا ما له ابليكابل. هل هي الدراسه موجود ابليكابل على مريض بهون بامريكا؟ يس. وحد هي الترايل بحد ذاتها، هي الترايل بالذات
صار عليها FDA approval للميديكيشن بسبب هاي الترايل، وغيرت الستاندرد اوف كير، البراكتس كلها تتغير. مريض جاي بسرطان رئه اكثر من 50% البي دي ال تبعه صرنا نعطيه بيمبروليزما بدل كيموثيرابي. Were the, all the outcomes clinically considered? Yes. Are the benefit worth the harm and cost? شفنا انه yes، يعني صح انه كان في severe reactions, autoimmune adverse reactions مع pembrolizumab، بس كانوا ال percentage كانت صغيرة، وشفنا انه كان ال adverse events مع pembro اقل من الكيموثيرابي. هلا بشكل عام النقط اللي حبيت احكيها انه هي well designed، كانت مساويه بشكل منيح، هي مالتي سنتر، هي فيز 3 راندومايزد ترايل. ومن الشغلات انه هي ما فوتت بي اس 2، البيرفورمانس اوف 2 بيشنتس، بيرفورمانس ستاتس اوف 2 ما دخلوا، بس دخلوا اللي عندهم 0 1. فمعناتها اذا جاني مريض على عياده البيرفورمانس ستاتس تبعه 2، هل حاعطيه بيمبرولوزوماب ام لا؟ شخصيا حاعطيه بيمبرولوزوماب انا. هل هو هذا الشيء ايفيدنس بيست؟ ما له على هي الدراسة، ولكن نحن بنعرف من البراكتس انه البيمبرولوزوماب المرضى بيتحملوه اكثر من الكيموثيرابي ومور توليربل. فهي بس شغله من الشغلات انه هي الدراسة ما بتدخل بي اس 2. ميديان اوفر سرفايفل هافنت بين ريتشد، فبدنا نشوف الداتا لحتى ماتشور اكثر، حتى ينعمل لها فولو اب مو فولو اب ستدي، وانما فولو اب اناليسيس. غالبا الحين نعمل follow-up analysis بعد سنتين سنتين ونص نشوف وين الميديان، بس شفنا نحن بالكيرفز البنفيت. بعدين الشيء الأخير الميرك بيرسونيل، هاي الميرك هي الشركة تبع الدواء، هي كانت involved بالديزاين، هي اللي عملوا الديزاين، هن عملوا data analysis، هن اللي عملوا interpretation، وهن اللي كتبوا الستدي. وهذا الشيء طبعا بيؤدي إلى أكيد بيرفع بيساوي شوية bias، لانه في بعض الدراسات بينعمل الاسسمنت باي اندبندنت اسسورز اندبندنت ريفيو، مثلا خاصه من الاوبجكتيف ريسبونس ريت. هون الاوبجكتيف ريسبونس ريت نعمل له اسسمنت انه شافوا والله ايه والله هذا الورم استجاب صغير بالحجم. هذول اللي شافوا هالشغلات هن عالم شغالين مع الشركه. في بعض الدراسات بيساووا العالم مع الشركه، زائد بيعطوا عالم من برا هن independent reviewers independent radiologists، بيعطوهم السكانز وبيقولون نطلعوا قلونا هل في response أم لا. فهي كانت واحدة من الشغلات اللي ممكن انه تؤدي للبايس في حين الستدي بحد ذاته. عفوا دكتور رسام، بس بالنسبة يعني لو نرجع شوي للسكشن بي موضوع الميثودز، كان في مريم ورغد مجاهد حابين عندهم تعليقات ب critical appraisal القسم الثاني. بتحبوا تعلقوا شيء لسه مريم وآية؟ مريم ورغد؟ مساء الخير. مساء النور مريم، تفضلي. هلا بالنسبة لل كان لازم نقيم الـ outcomes، حجم العينة كان إنه هو 305. ما بعرف إذا بقدر أعتمد على هي الدراسة أنا كطبيب أعتمد على نتائجها لطبق العلاج بعيادتي، بعتقد هو بحاجة لدراسات أكثر بالسيستماتيك ريفيو وهيك شيء. هلا بال النتائج اللي أنا كنت اللي الدراسة راصدتها وقيمتها هي الـ progression free survival، كانت واضحة وكان confidence interval 95% هو شيء جيد وهو شيء رائج بأغلب الدراسات اللي صايرة، والـ over survival كمان. بالسؤال اللي بعده what's result؟ بالنسبة لتحليل النتائج كمان وضح لي كيف تحللت وكيف انه كانت كل الداتا كل الاوثرز بيقدروا يوصلوا للداتا. البي فاليو كمان كانت قيمتها قيمتها منيحه وقويه بالنسبه للدراسه، اللي هي اقل من 1 بال 1 ل 10000 00 البي فاليو. بس كمان في عندي نقطه انه
انه ليش مقارنة الدراسة اثر التدخين، انه التدخين بيدخل كعامل بيأثر على العلاج سواء كان بريزوماب او كيموثيرابي. ما يعني ما بعرف، ما لقيت انه كان لازم انه اغلب يعني بالذات الوطن العربي السبب الاساسي لسرطانات الرئة هي عند التدخين، ما دخلوه يعني ما دخل بالمقارنات عندهم. تمام. هلا نقاط كمان كثير مهمه واهم، يعني نقطه التدخين كثير مهمه. اذا تروح على التيبل 1 كان في عنده بس انه تاكدوا هن انه كان في بالانس بين ذا تو جروبس، طلع انه كان في بالانس انه بالكرنت سموكرز بالتيبل 1 تبع البيس لاين كاركترستكس. خلينا فينا نرجع له هون بنلاقي انه current smokers 22 versus 20 74 versus 66 و 3.2 versus 12.6. ف current smokers كانوا تقريبا انه نفس الشيء بين الجروبس التو جروبس. هلا هذا الشيء شو حيأثر؟ هلا في داتا وفي دراسات موجوده انه بتقول المرضى المدخنين بيستفيدوا اكثر على البيمبرولوزماب وعلى التشيك بوينت انهبيتورز اميونوثيرابي اكثر من المرضى الغير مدخنين، لانه تطلع على البيولوجي تبع التيومر تبع الورم تبع المرضى المريض مدخن، طلع على الورم تبعه ونعمل له النكست جينيريشن سيكونسينج اللي حكينا عنه، نطلع انه كم طفره عنده ميوتيشنز، بنلاقي انه عندهم هاي ميوتيشن بيردن، بنلاقي عندهم ميوتيشنز اكثر. واي مريض عنده ميوتيشنز اكثر بالورم تبعه، هذا الشيء حيحفز الخلايا المناعيه انه تروح تهاجم الورم هذا اكثر، لانه حيعرف الجسم انه هذا الشيء اجنبي، شيء ما له موجود، فحيبعت خلايا دائيه اكثر. فنحن بنعرف من داتا موجود ببلشت من قبل انه السموكر سموكينج ستاتس اتس امبورتنت ان اميونوثيرابي، فلذلك هن شافوا انه البالانس بين ذا جروبس، انه كانوا كرنت سموكرز في balance between the groups 22% versus 20%. بس كأنه الدكتور أحمد عم يعلق إنه ال current smokers صحيح في balance بيناتهم، بس المرضى اللي never يعني have never smoked في 5 مقابل 19 يعني، فهذا هل الفرق هذا مقبول يعتبر balanced؟ تماماً. هلا معلوك صراحة ما بعرف إذا statistically significant، هنا عملوا comment بال results انه البيسلاين كاركترستكس وتحملوا ال p value تبعها كان not statistically significant بشكل عام، بس هل هذا الشيء هذا الفرق صح انه هو فرق واضح كرقم؟ بدنا نشوف ال p value تبعه difference تبعه اذا هو مختلف ام لا، بس هذا صحيح اكيد في difference هون، هي شغله من شغلات نحطها بعين الاعتبار يعني. تمام. كان في بس آخر تعليق من رغد. رغد هل عندك تعليق عن الدراسة؟ مرحبا، مسموع صوتي؟ أي تفضلي رغد، سمعينك. مسموع صوتي؟ أي تمام. هلأ ما في كتير شغلات حابة أضيفة على حكي مريم. بالنسبة للنتائج أنا حسيت أنه كافيين، يعني عطوني كل المعلومات اللي أنا بحتاجهم لحتى أعمل ريكومنت لهالدواء. Is the primary outcome clearly specified؟ تمام. إيه جاوب على هذا بإيه. What results were found for each outcome؟ موجودين كلياتهم بالجداول. انا بس في شغله حابه اسال عنها، انه الراندومايزيشن كيف عملوها؟ انا بعرف انه بالتعشيه انه لازم تكون بشكل عشوائي، فهنا نحكوا انه هي كانت على حسب الدقيقه بس للاقيها. ايه تمام. كانت انه على حسب الريجين وعلى حسب التيومر هيستولوجيك تايب، فانه يمكن انا فهمانتها غلط، فبس ممكن شويه شرح لها انه كيف عملوا الراندومايزيشن. شكرا. تمام عفوا. بس انا وقت عملوا الراندومايزيشن فيهم يحطوا اكثر من فاكتور،
من ناحيه الراندمايزيشن، بحيث ممكن يحطوا مثلا في عده طرق للراندمايزيشن، بس مثلا اذا حطوا ابلكيشن على كمبيوتر وانه نعملوا راندمايزيشن وقت يعطينا الكمبيوتر مثلا انه مريض الاول هل حيروح على A or B، فهن حيفوتوا على الكمبيوتر عده فاكتورز، من هذول الفاكتورز هن اللي حكوا عنها، حيفوتوا مثلا يقولوا انه والله هذا المريض ايجن، هذا المريض هاي هذول الاشياء اللي حكينا عنهم هون انه ايست ايجن مثلا، حيقولوا ان بيرفورمانس ستاتس، حيدخلوا بالكمبيوتر ان بيرفورمانس ستاتس 0 مريض ايجن، مريض مع سكويمس سيل كارسينوما، فوين وين حيفوت؟ حيحطوا انتر، حيقول لهم الكمبيوتر مثلا هذا will be randomly assigned لجروب B او جروب A. هذا الشيء إنه بس إنه they're taking into consideration these factors مشان يصير في balance، يعني هنا they plan that just بس مشان يكون في balance between the groups بعدين، لأن هذول كلياتهم ما بدنا نطلع مع 200 مريض مع performance status of 0 100 مريض مع performance status of 1 East Asia versus non-East Asia كمان، لأنه البيولوجي تبع التيومر تبع هذول المرضى مختلف، وسكويمس versus non-squamous بدنا يكون كمان في balance between. هل هذا الشيء ما بعرف إذا شاور سؤال أم لا؟ تمام وصلت الفكرة. هلا في كمان بالنسبة للسيكشن سي إنه أحمد بده يجاوب عليهم بس هو النت ما عنده يا منيح، فبتحبوا أنا أجاوبكم عليهم؟ يعني بدي أقرأ بدي اللي حكي لي بعت لنا إياه. مو مشكلة تفضلي، بس السكشن سي قصدك بالهون؟ Will the results help locally؟ اي تمام هيك عفوا راح الصوت. اي تمام اعتقد هذا هو السكشن سي، عن قديش ممكن نطبق هاي نتائج عنا ببلداننا. تمام اوكي تفضل. هو كاتبهم بالانجليزي فحاقرأهم. While where the study has taken place, the patients were more aware about the danger of smoking. So the lung cancer patients, they are most probably affected due to genetic causes. So we will find positive EGFR, PD-L1, and all in their tissues, so we can implement the results of the study on them. The other thing that the immunotherapy is so expensive here, that although we could find some cases that are highly affected by immunotherapy, there would be obstasis preventing us from giving the patient the suitable drug. This is the rest of the answer. تمام. أنا أوافق مع النقطة الثانية تماماً، إنه الavailability مثل ما حكينا إنه هدول إنه هاي دراسة عم تقولي immunotherapy أفضل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اوكي هي افضل، بس انا عندي مريض بسوريا هل هذا العلاج موجود، او حتى اذا موجود هذا العلاج مثلا بلبنان او بتركيا هل هذا الشيء affordable للمريض ام لا؟ هلا هون حتى بامريكا الجرعه الواحده للبمبرولوزماب حق $12,000 فقط، جرعه واحده يعني عم نحكي على 35 جرعه، فالجرعه الواحده حق $12,000 هون انشورنس، في انشورنس كومباني بيعملوا كفرج، فمريض بسوريا او مريض بلبنان طبعا السعر حيكون ارخص هون بامريكا، بس هل افوردبل اما لا؟ فهي اخر شيء هي نقاط مهمه الواحد لازم يحكي عنها، ودائما مع هدول الدراسات الادويه الجديده في شيء هلا صاير نقاش عنه اكثر واكثر، هو بنسميه مو بس الادفيرس ايفنتس والتوكسيسيتي كمان فاينانشال توكسيسيتي، انه هدول الادويه كلياتها هي وهي عم تؤدي ل financial toxicity، يعني مثل انه بيصير في اثار جانبيه عجيبه، يعني جيبه ما بتقدر تتحمل. ف من ناحيه الفكره الاولى تبع التدخين والاي جي اف ار، هلا المدخنين بشكل عام حكينا الميوتيشن بيردن بالسموكرز اكثر، ولكن في اكسبشن بال EGFR ROS1. Typical patient اللي بيجي مع EGFR mutation, typical patient presentation هو Asian, female, non-smoker, أو mother Asian، بس
أغلبيتهم هن سموكر. فا EGFR بالذات هي في high association مع non-smoking status. فمريض ما له مدخن لازم نبعث له EGFR وندور هل عندهم EGFR ام لا mutation. فهي من ال exceptions. بس بشكل عام وقت أنا أقول high mutational burden ما أصدي على EGFR وإنه أصدي على mutations البقية. لأن مثل ما حكينا next generation tumor عم يدور على مئات ال الميوتيشنز ويسا ما يعرف إذا للأسف هو مو معنا حتى نعرف تماماً إذا تحت الفكرة أو هذا هو سؤال وكان أم لا. تمام بعتقد هذا هو. بس هذا الشيء بيقودنا كمان لسؤال يمكن شوي له علاقة بالإثكس، إنه يعني نحن بما أنه جميع الحضور تقريباً من سوريا يعني بظروف الموارد اللي محدودة جداً اللي موجودة عنا، هل برأيك الأفضل أنه نصرف الموارد المتاحة اللي هي أصلاً محدودة على مرضى آخرين وعلاجات وقائية أو فعالة أكثر مثل مثلاً اللقاحات للأطفال أو شيء وقائي، ولا لا الأفضل أنه نصرفها على دواء يطيل حياة مريض السرطان لبضعة أشهر، خاصة أنه بالنهاية يعني الفرق بالسيرفايفل كان بيناتهم هو بضعة أشهر. هلا هو كان statistically significant بس هل هو يعني clinically significant؟ تمام. هو هلا هي نقطة كتير كتير مهمة، هو نقاشات effects يعني ممكن تطول كتير. بس يعني هلا أنا رأيي الشخصي هي كانت clinically significant لأنه في مرة تانية هدول في difference في فرق كتير كبير بين immunotherapy والكيموثيرابي، إنه في the durability of response كتير مو يعني هاي شغلة هنا. يعني أي واحد بيعطي immunotherapy بيشوف الفرق، إنه مريض عم يأخذ immunotherapy ببشر واحد عن immunotherapy، خاصة المرضى اللي كانوا أخذين كيمو من قبل وبعدين حولتين على immunotherapy، المريض بيجي لعندك على يد بيقول لك إنه هل عن جد عم تعطيني دواء أم لا، لأنه المريض عم كتير تحسن إنه رجع لحياته الطبيعية، وكمان ما في سايد إفكتس كتير، آثار جانبية ما أنا موجودة فتحسن أكثر، وال duration of response وقت عم نشوف إنه عم يتحسن المريض عم يضل هذا الشيء في مرضى عم يضل سنين. طبعا مختلفة حسب التيومر، بس خاصة مثلا ميلانوما مثل ما قلت أنا في مرضى عنا صاروا من ال initial trials تبعت ال pembrolizumab صاروا في مريض ذيك المرة شفت صاروا أربع سنين ونص كانوا بيشيلوا treatment، وقفوا treatment بعد سنتين ولساته سنتين ونص ما في evidence of a disease. فهاد technically هاد patient انشفى صار معه cure. هلا ناحية النقطة الأولى، هل أنا لازم أصرف المصاري على لقاحات أطفال أم سرطان؟ صراحة ما بعرف، ما بقدر أنا أجاوب على هذا السؤال. يعني هذا السؤال كتير ethics، هو بالنسبة لمريض السرطان هي آخر شيء، هي حياته كمان. أطفال يعني كمان هذا الشيء مهم بالprevention أكيد. يعني أنا جوابي على هذا السؤال بشكل عام يعني أكيد أكثر حقول إنه والله طبعاً لقاحاتي هي إلى priority لإلها للقاحات، لأنه بتصور أنا حالياً بسوريا للأسف هو يعني exception وليس يعني في لقاحات موجودة يعني مثل البيسكس الانفراستراكشر، هي الانفراستراكشر الصحية لازم تكون متواجدة حتى نحكي على البيمبرولوزماب versus other treatments أو الحكي هذا. فإذا خيرنا هلأ حالياً بالحالة الصحية الموجودة بسوريا، هل إذا معي مصاري أنا والله معي مليون دولار هدفعهم بيمبرولوزماب من لقاحات؟ هدفعهم على لقاحات. بس ناخد حالنا مثلا سوريا من 10 سنين، هل هدفعهم على مثلا على بيمبرولوزماب أما على لقاحات؟ فهذا السؤال ما بعرف صراحة جوابه. يعني بالنهاية هي واحد عم يحكي prevention versus treatment، بتصور هذا نقاش يطول كتير بس سؤال كتير مهم. تمام، شكرا كتير دكتور بسام. ما بعرف إذا لسه في شيء حابين نضيفه عن باقي معنا يمكن دقيقة خمس دقائق. بس بس الكيسز مو ضروري نعمل عليهم بول، لأنه معظمهم جاوبوا
صحيح. هلا هذا المريض الاول احمد 55 سنه، بس النقاط المهمه هو نقائل من الرئه performance status تبعه 1، فهو representative by the study اللي احنا شفناه. هو ما عنده EGFR RAS او ALK mutation، PD-L1 تبعه اكثر من 50%، فهذا المريض انا موافق مع 100% من الحضور انه start pembrolizumab. المريض الثاني او المريضه الثانيه لونا عمرها 74 سنه ومعها symptoms and the performance status of 2 بالترايل. هلا لو هي المريضه جايه عندي على عياده PD-L1 positive تبع اكثر من 60 سوري اكثر من 50 مثلا، كانت 60 مثل المريض اللي قبل، حستل حاعطيه انا pembrolizumab مع انه ما له representative بالستدي، بس ستيل انه في كثير شغلات نعملها ما بضروري تكون evidence based medicine، بس لانه هي مختلفه حسب المريض. بس هي المريضه كان percent، فما عندي حاليا evidence لفعاليه هذا الدواء ب 10%. هلا في دراسه بعد انا عملت، ما هي غير دراسه نعمل الكومبينيشن اوف pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy، يعني مرضى نعطوا platinum doublet pembrolizumab والجروب الثاني اخذوا بس chemotherapy، ونتيجه الدراسه كان في increase in progression free survival، بس overall survival ما كان في difference بيناتهم. فلذلك هي study السماء لساتنا هو approved combination، هلا حاليا approved، بس لسه نحن ما عم نستخدمها بشكل عام، لسه انه عم نستنى follow up study، نعمل follow up analysis، لانه غالبا overall survival ما كان different between groups، بس لانه الداتا ما لها mature لسه، لازم نستنى follow up اكثر. هلا فبهي الحاله تبع هي المريضه 10% positivity، كمان انا وافق انه chemotherapy treatment. بالثالثة في بتصور كان في 20-30% من الحضور عطوا هذا المريض يمكن عطوا كيموثيرابي. هذا مريض عمره 54 سنة مع أنه صغير، وأنا حطيت هون قصداً أنه عنده ولدين وحطيت أعمارهم وكذا، لأنه هذا الشيء بالنهاية مو بس دستور أنه هذا المريض بيجي عنده الواحد على عيادة وعنده عائلة وعنده أولاد، بس ومع ذلك أنا لانه البرفورمانس ستاتس تبعه 4، فانا بعرف انه هذا المريض اذا اعطيته كيموثيرابي او امينوثيرابي غالبا انا حاذي هذا المريض، وليس ما حاعطي اي بنفيت، وانما حاذيه بالعلاج تبعي، لانه البرفورمانس ستاتس تبعه 4 بسبب كل هدول الكوموربيديتيز تبعته. فهذا المريض انا بعمل له انرولمنت بهوسبس، ما حاعطي لا كيمو ولا امينوثيرابي، حاخذه على الهوسبس حاقول له انه لو تصل بشي شركة تبعت الهوسبس، إذا عنده سؤال نعطيه دواء السؤال، إذا عنده وجع نعطيه دواء الوجع، يعطوه مورفين يعطوه هيك حتى يروح له السيمتمز اللي عنده. هاي بشكل عام الـ presentation references تبعي. حكيت قبل مرة السنة الماضية عن هذا الموقع اسمه Journal Club، موجود على الأندرويد والآيفون. أنا عملت حكيت الديسكلوجر تبعي انه ما لي اي علاقه مع اي حدا وما لي علاقه مع هدول الجورنال كلوب، بس لانه كان مفيد كثير بالنسبه لي بالريزدنسي بالفيلوشيب، موجود هذا على الاندرويد وعلى الايفون. كمان في عندهم فور فري عندهم موقع اسمه ويكي جورنال، هذا كثير مفيد في ابريزل عدة دراسات. كينوت 024 موجوده هنيك، وهي الريفرنسز تبعي. شكرا جزيلا. اذا في اي اسئله. شكرا جزيلا دكتور رسام، كثير كانت الحقيقة معلومات قيمة، بس بدنا نعتذر من الحضور الكريم، في عنا عدد من الأسئلة، بس الصراحة ما حيتسع الوقت معنا لحتى نقدر نجاوبهم. دكتور أحمد، دكتور باسل، دكتور هشام، كثير نعتذر منكم. ممكن نتابع النقاش على جروب الـ ABM التابع للسامز ونجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله. كثير نشكرك دكتور بسام، كثير كثير كانت المعلومات قيمة ومفيدة، وإن شاء الله تكون بتفيد كل ممارس طبي، يعني مو بس الناس اللي مهتمين بالأورام أو بموضوع هي الدراسة بالضبط. يعني هذا دائما شيء يعني نتعرض له بالأسئلة عن موضوع الـ EBM، هل هو منفصل عن واقعنا وصعب التطبيق خصوصي بمراكزنا الطبية ومريضنا اللي منهك ماديا ومعنويا؟ والحقيقة الجواب أو الرسالة اللي يعني دائما نحن بنهدفنا نقدمها من خلال هاللقاءات هي إنه البرهان ليس رفاهية، البرهان هو طريقة تفكير، هو طريقة حياة،
وواقعنا ومريضنا المنهك هو أهم حافز ومنطلق بنازلنا أنه نوفر عليه التكلفات والعناء والاستقصاءات والعلاجات اللي مو بس أثبت الأبحاث أنه ما لها داعي، لا بالعكس مثل ما ذكرت قد تكون ذات أثر دارت أثر عليه وعلى عائلة بأكملها. إلى حين يصبح يعني الدليل والبرهان هو بوصلتنا لنخفف آلام الناس. فنلقاكم بالجلسة القادمة إن شاء الله يوم السبت عام 9 أيلول بنفس توقيت اليوم الساعة 6 مساء توقيت دمشق، ومقالة علاجية كمان جديدة مع الدكتور بلال فرواني إن شاء الله. شكرا جزيلا جميعا لكم. شكرا، سلام.